بعد أزيد من 6 أشهر من الانقطاع عن مزاولة الدراسة بسبب كوفيد-19، يعود ريان الطالب الجامعي بالمعهد العالي للعلوم إلى مقاعد الدراسة استجابة لقرار إدارة المعهد باستئناف الدراسة حضوريا وفق البروتوكول الصحي المعمول به. دوك دان كنت عاود تولي ابري سي 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 موا ولا سي سان موا تعاود تولي حضوري، لازم لك ريفيزيون دوبل ريفيزيون باش تعاود تفهم واش كنت دير في اونلاين باش تعاود تريفلوني تسمى وين كنت. درنا 6 سيمانة لي زيكزامان، تسمى لازم دوبل ايفور من البروف من الاكاديمي من الالاف تاني. الهدف في 3 أسابيع المقبلة بإذن الله أن نتم 100% في المقرر وينتهي السداسي الثاني، ثم بعد ذلك ندخل لفترة الامتحانات خلال شهر أكتوبر، ثم العودة إلى الدراسة وافتتاح السنة الجامعية. طبعا ستكون فيها عطلة من نهاية أكتوبر إلى يعني 15 يوم بعد نهاية الامتحانات إلى يوم 14 نوفمبر. يوم 15 نوفمبر ستكون انطلاق الموسم الجامعي الجديد بإذن الله مع طلبة جدد سنة أولى وسنة ثانية. وباء كورونا والإجراءات التي فرضها تعد فرصة لبداية التكيف مع الطرق التعليمية الرقمية التي أضحت حتمية وليست خيار. يعني حاولنا التكيف مع الوضع ورب ضرة نافعة، لأنه تعلمنا منها، أصبحنا نعلم ما أنواع المنصات الموجودة، طريقة استخدامها، كيفية الاستفادة منها، التكيف معها والتحديات التي كانت موجودة في البداية معها. لكن في العموم هي عبارة عن أدوات سوف نستخدمها لما بعد الفترة القادمة إن شاء الله. كلية علوم الإعلام والاتصال هي الأخرى استكملت التحضيرات لاستقبال الطلبة في أحسن الظروف الصحية. المكتبة موجودة، جهزت مع احترام كل إجراءات السلامة، في أيضا المدرجات مفتوحة، فيه طبعا لقاءات بين الأساتذة والطلبة الذين يشرفون عليهم على مستوى سواء قاعات الأساتذة أو القاعات أو المدرجات، فيه أيضا ملصقات في المدرجات والقاعات لحث الطلبة على التباعد. كل الإجراءات نحن جاهزين لاستقبال الطلبة. طبعا هذه الإجراءات تسمح للطلبة الجامعيين من مراجعة الدروس التي تلقوها عن بعد، ومن ثم إجراء الامتحانات والتحضير للدخول الجامعي المقبل. الحمد لله كيف فتحت المكتبة جينا والحمد لله استقبلونا بإجراءات وقائية، الحمد لله دخلنا ورانا متواصلين في العمل ديالنا وربي يوفقنا. احنا ماذا بينا نسوتنيو في سبتمبر ان شاء الله. جامعة وخاصة في الدراسات العليا الطالب هو يشارك في الدروس تاعو، بمعنى لانه الاستاذ هنا يكون بمثابة المؤطر، يكون بمثابة المشرف، يكون بمثابة الموجه والطالب المتلقي، ولكنه ايضا يساهم. اذن اليوم نظن بانه نقول بانه بطريقة اخرى استطعنا ان نصل الى حد ادنى، ومنه بإمكاننا أن نعمل الامتحانات في ظروف جيدة إن شاء الله. هي آخر الرتوشات قبل التحاق الطلبة في انتظار استئناف نشاط النقل بصفة رسمية وفتح أبواب الإقامات الجامعية.